الـ influence diagram يشبه الـ multiple cause diagrams، لكن الـ multiple cause diagrams يكون في سبب ونتيجة. هني في الـ influence diagrams بيكون في اتخاذ قرار، يعني مثلا I am sad. I decide to eat the chocolate. If I decide to eat the chocolate, I will be more weight. If I will be more weight, I will be sad again. So, هني أشياء مرتبطة ببعضها من قراراتنا إحنا. قررت إني آكل شوكولاتة، ويوم أكلت الشوكولاتة زاد وزني. يوم زاد وزني حزنت. فهذه الـ influence diagrams ويسمونها decision diagrams، اللي هي اتخاذ قرار. يعني عندنا المثال الثاني eat. If I eat I will gaining weight. إذا أكلت راح أكسب وزن، وإذا كسبت الوزن راح أفقد احترامي لنفسي لأنه راح يزيد وزني، فيصير هني ماينس. إذا قل احترامي لنفسي راح آكل أكثر، يصير هني بلاس. فهذه الانفلونس دايجرامز شرحناها هني.